جاءت هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم، فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. صلى الله عليه وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة تضرب بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان. تسكن بها في الصدور من الإيمان قواعد وتنمو على أهل اليقين من في الدار كالإذعان وتصديق شواهد. وأشهد أن سيدنا محمدا العبد صادق في قوله وفعله والمبلغان لله ما أمره بتبليغه بخلقه من فرده ونفله. عبد أرسل الله للعالمين بشيرا ونذيرا، فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا. ظلمة الجهل للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا، وما أعظمها من منة ذكر الله بها على البشر، وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر. اللهم صل وسلم بأجل الصلاة وأجمعها وأزكى التحية وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في ذلة الكمال وقام بحق الربوبية في مواطن الحكمة لله وأقبل عليه غاية الحكمة. صلاة صلي عليه به فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بلاية الله في حزبه وعلى آله وصحبه الذين ابتغوا صوة المجد بقربه. صلى الله عليه وتفيأوا دلال الشرف الأسمي بوده وحبه ما أكثر أن توالى بنصري بالقران. اللهم صل وسلم اشرف الصلاه والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اله. صلوات الله ترجى Thank you.